بون، السلام عليكم ضدي مواقع، مرحبا بك معنا في قناة الهداف في هذا الحوار الخاص. أولا باش الجمهور يزيد يتعرف عليك أكثر، ربما الجمهور يعرفك أكثر بشبه القبائل، لكن ضدي مواقع رغم سيرة سنك راك لاعب يعني الحمد لله جيت في أندية كثيرة، تفضل تعرف روحك للجمهور الرياضي وكل متابعيك وتقاعد. بون، السلام عليكم. اولا نحييكم على هذه الاستضافه، نشكركم. بون، دادي مواغي يعني لاعب شبيبه القبائل، وين لعبت في عده فرق، يعني كان نقولوا يعني في بديت نلعب يعني اون سينيور في اتحاد بسكره، وين لعبت موسم في اتحاد بسكره، لعبت انتقلت بعدها النصر حسين داي، وين قضيت موسم ونصف، وبعدها انتقلت الى النجم الرياضي الساحلي في تونس، وين كانت عندي تجربه قصيره لتما، نقولوا تجربه قصيره لتما. وبعدها وليت الاتحاد بالعباس، لعبت موسم في الاتحاد بالعباس، ومن بعدها وين انتقلت شبيبه القبائل يعني اللي راني فيها درك. نعم، موسمك الثاني شبيبه القبائل، الموسم الماضي كنت افضل لاعب في الفريق، ولا باش ما نحصروش كنت واحد من افضل 3 لاعبين في الفريق، كنت هداف الفريق في البطوله. كانت الامور مشات جيده الموسم الماضي شباب القبائل المركز الثاني بعد بدايه صعبه قدرتوا توليو. واش تقول لنا على الموسم الماضي، خاصه انه كما قلت لك كنت لو ميور جوار في ليكيب ولا لان دي ميور في ليكيب، والفريق مشى مليح. واش تقول لنا على الموسم الماضي؟ بون، بالعوده للموسم الماضي، الموسم الماضي نظن باللي كان موسم استثنائي يعني بالنسبه ليا، ولا بالنسبه يعني للزملاء اللي كانوا معايا في الفريق، وين قدرنا نحققوا المرتبه الثانيه، اللي نقولوا مرتبة يعني ما كانتش سهلة، يعني رغم الظروف اللي مر بها الفريق، ونقولوا الناس كل عام والخاص يعرف بالظروف اللي كان يمر بها الفريق، الحمد لله حققنا مرتبة ثانية، وقدرنا يعني نأهلوا الفريق رابطة أبطال إفريقيا اللي رانا نلعبوا فيها هذا العام. نعم، الموسم الماضي كنت سجلت العديد من الأهداف سواء بالرأس ولا بالقدم اليسرى اليمنى، مخالفات خاصة الهدف هذاك الشباب اللي سجلته كان أفضل هدف في الموسم، هدف امام شباب قسنطينه بمخالفه مباشره من كاماس. كنت يعني اون بلان فورم اون بلان كونفيونس في المنصب ديالك اللي هو جناح ايمن ولا جناح ايسر ولا خلف المهاجم. بون، بالعوده لهذه النقطه، يعني كاين بزاف من الناس من ما على بالهمش يعني يشوفوني نلعب افون سونتر، بالك يقولوا هذا الجوار يلعب افون سونتر ولا وين انا البوست تاعي، البوست تاعي يعني نقول انا بوست بريفيري اللي نقدر نلعب فيه ونكون فيه اليز، نلعب الي غوش. الموسم الماضي كنت نلعب في البوست تاعي، بالك لعبت مباراه واحده اللي هي ضد اتحاد العاصمه في ملعب عمر حمادي، لعبت افون سونتر. اما باقي المباريات لعبتهم كلهم في الموسم تاعي، سواء كيما نقولوا جناح ايسر ولا جناح ايمن. نعم، الموسم الماضي ايضا كانت في البدايه كنت في منافسه مع العديد من اللاعبين، لكن شيئا فشيئا بديت تفرض روحك، لي بيرفورمانس ديالك كيما يقولوا بداو يهضروا عليك، هما اللي فرضوك اساسي في الفريق مع المدرب عمار سويح. واش تقول لنا ايضا على ما حدث الموسم الماضي مع عمار سويح، اللي كان الفريق كان مشى وكانت نتائج وكان الفريق يلعب بطريقه جميله وكانت يعني العديد من الامور حدثت في الفريق. بون، بذكر عمار سويح نشكره الشيخ عمار سويح، وين خدم معنا الموسم الماضي وقدرنا نحققوا مرتبه ثانيه معاه، تعلمنا معاه وين تعلمنا معاه بزاف عفايس وعاوننا، نشكره بهذه المناسبه. حقيقه الموسم الماضي كان عندنا نقولوا حنايا كان عندنا جروب، الموسم الفارط كان عندنا جروب سوليد، وين اللاعبين كلهم يعني تحط اي لاعب كان يعوض الاخر يعني في البوست تاعو، كان عندنا كذلك نقولوا بعض اللاعبين الرديف وين كانوا معانا ثاني كانوا يلعبوا معانا، بالك نقولوا يلعبوا بانتظام، كاين لاعبين كانوا يلعبوا بانتظام معانا ولقاو رواحهم. هذا هو السر تاع النجاح الموسم الماضي. نعم، سر نجاح الموسم الماضي كان في تلاحم المجموعه في الطاقم الفني اللي كان يشرف على فريق شبيبة القبائل. لو نطلب منك، نبقاو دائما في الموسم الماضي قبل ما ندخلوا في هذا الموسم، كنطلب منك تخير لي بارمي لي بيوت لي ماركيتهم كاع الموسم الماضي، هدف يكون لي نتايا تشوفوا باللي كان افضل هدف سجلته وافضل مباراه لعبتها الموسم الماضي. كاين هما هدفين اللي انا نقول بالك هدفين من افضل الاهداف اللي سجلتها، كاين امام شباب قسنطينه مخالفه مباشره، وكاين هدف امام هلال شلغم العيد في شلغم العيد، وين سونتر درت كونترول اورينتي وبلاصيتها.
نعم ايضا نبقاو دائما الموسم الماضي نهايه الموسم فريق حتى المركز الثاني بعد فتره راحه جات بدايه فتره التحضيرات ربما تشوش بلي كان عليكم ضغط خاصه انه بعد احتلال المركز الثاني الموسم الماضي الجميع بدا يتحدث على انه شباب القبائل هذا الموسم سون ايكيب دو شامبيونال اللي تقدر تلعب لو تيتر الاس يعني من بدايه فتره التحضيرات الجميع كان يتحدث على انه شباب القبائل الموسم اللي قبل 15 فتره التحضيرات كانوا ثلاث تربصات بديتوا مع ريكا وبعد ذلك البدايه ما كانتش ولا واحد كان ينتظر فيها بدايه الموسم هذه بدايه الموسم يعني نحن احنا ثاني يعني كلاعبين ما كناش نستناو في البدايه هذه يعني كل لاعبين يعني كنا نخمو باللي الموسم هذا راح نديرو موسم استثنائي وبالك نحقو البطوله وين بدينا بتعثر هذاك مباراه اولمبي شلف اللي نقول ثاني تاع اللاعبين ثاني دخلوا في ضغط يعني بالك هذاك الضغط هذاك اثر علينا شويه شوف بلي الضغط في بدايه الموسم كان اثر شويه على اللاعبين لا بيرفورمانس هذيك لا موفيز بيرفورمانس الاولى في شلف وين كان الجميع ينتظر الفريق يعود ثلاث نقاط وينطلق مباشره في البطوله بقياده جوزي ريغا اللي كنتو خدمتو معاه ثلاث تربصات كامله تيزي وزو عشره بعدها في تونس مجموعه من اللاعبين دي دوبلور في كل المناصب لكن ما مشاتش كما قلت ميدو الفريق يعني نقول اللاعبين هما اللي نقولوا حسوا بهذاك الضغط يعني هذاك الضغط اثر علينا وما خلاناش يعني نقدموا يعني المستوى اللي كان منتظر منا. نعم في بدايه الموسم توالت نتائج سلبيه ربما البعض يقول لك الموسم الماضي خارج الديار احنا كنا فريق شباب القبائل كان يربح لكن داخل الديار كانت كاينه تعثرات حتى الموسم الماضي لكن هذا الموسم حتى الخاصيه هذيك تاع خارج الديار كانت فيها تعثرات كما قلت الاخ ميدو هذا الموسم الفريق نقول دخل الدوت يعني في الفريق اصبحنا يعني لما يعني نلعبوا سواء داخل الديار ولا خارج الديار لاعبين دخلوا هذاك الدوت وين ولينا نحسوا رواحنا شغل تجيك ايكيب في صطادك تحب تربحك ايكيب في صطادك تولي تحب تربحك حتى الموت تولي هذاك بهذاك الستريس بهذاك تولي تبردي لي بوان فاصل في الصطاد. نعم فملعب تيزي وزو حتى خارج الديار كنتوا تلقاو صعوبه مقارنه بالموسم الماضي، الموسم الماضي شفنا الفريق كان يلعب جيدا خارج الديار، كان فيه مشكله ارضيه ملعب اول نوفمبر اللي خلات الفريق يفقد النقاط لكن حتى خارج الديار وين ما كانش ضغوطات كبيره الفريق كان يتعثر، شكون كاين التفسير لهذا الشيء؟ والله نظن باللي البدايه اللي بديناها هي اللي اثرت علينا يعني سوء النتائج ثلاث مباريات ثلاث هزائم يعني هي اللي اثرت علينا في بدايه الموسم كي تشوف الموسم الماضي بدينا بتعادل امام وفاق سطيف ملعبنا مباراه ثانيه تعادلنا مع نصر حسين داي 2-2 في ملعب 20 اوت وين عطانا شويه دافع معنوي باش نزيدوا نحقوا الموسم هذا بديناه بهزائم ثلاث هزائم متتاليه اثرت على الفريق وما خلتناش ومن بعد ثلاث هزائم كانت فيها اقاله المدرب جوزي ريغا من منصبه جاء المدرب القادر عبد القادر عمراني حسيناكم عاودتوا تحايتوا شويه خاصه انه تعرف تغيير المدربين يجيب هذاك الديكليك بسيكولوجيك بديتوا جيدا في دوري ابطال افريقيا رحتوا فزتوا في طوغو بهدفين مقابل هدف ومن بعد فزتوا في سطيف على الفريق تعادل سجلت انت امام الفريق طوغو لركله الجزاء كانت البدايه بعدها تعادل في البيض لكن بعدها مباشره بعد مباراه وفاق سطيف اللي كان الجميع ينتظر انه تواصل السلسله تعثر هزيمه داخل الديار في اخر دقيقتين بالمناسبه نحيي الشيخ عبد القادر عمراني ونشكره على العمل اللي قام به معنا ومباراة انا نظن باللي مباراة تاع وفاق سطيف هي اللي اثرت على اللاعبين واثرت علينا يعني في الباركور تاعنا هذا في الشامبيونه وين الفريق كنا فايزين يعني ب 2-1 تشوف في دقيقة 90 ايغاليزي لك وتخسر ثم انا نظن هذيك هي النقطة اللي اثرت علينا بزاف وخلاتنا دخلنا في سوء النتائج اكيد كانت صدمة بسيكولوجية اللاعبين وين اللاعبين نقولوا حنايا تاثرنا بزاف بهذيك النتيجه تاع خساره في استادنا. نعم وبعدها الفريق اليوم بوجهين في البطوله الوطنيه الفريق يعاني
لكن في منافسة رابطة أبطال إفريقيا الفريق متوهج، تحس أنه شبيبة القبائل هذه بالإرث التاريخي تاعها في الأفريق خلاكم تحققوا نتائج رائعة لحد الآن في دوري أبطال إفريقيا. سكو هذاك لانسوندون ولا الدافع البسيكولوجي أنه هذا الفريق كبير في إفريقيا هو اللي يعطيكم هذاك الدافع اللي راكم تمشيوا به في رابطة الأبطال؟ والله شبيبة القبائل يعني في رابطة أبطال إفريقيا يعني يقولوا عندها اسم وعندها تاريخ، كي تلعب يعني شبيبة القبائل في افريقيا يعني كل الفرق تدير حساب شبيبة القبائل، يعني تريكو هذا تقيل في لافريك، تقيل في لافريك، تحس روحك تلعب في يعني فريق يعني عنده كلمة تاعو في افريقيا. نعم. وين كل اللاعبين يعني في رابطة، نعود لك يعني لرابطة ابطال افريقيا، وين قضينا يعني قمنا بتربص في الترك في تركيا، يعني قمنا بتربص في تركيا وتربص في تيزي وزو مع المدرب ميلود حمدي، هو اللي خدمنا فيه ورجعنا يعني رجعنا في رابطة أبطال إفريقيا. أما البطولة كي تشوف مرحلة الإياب البطولة مازال ما بديناش، أنا لاعبين دو ماتش وين لعبنا مع شباب قسنطينة، نقولوا احنا جبنا نقطة ثمينة من شباب قسنطينة، يعني بالك هي اللي تعاوننا هذه النقطة تاع شباب قسنطينة، وتعثرنا بمباراة أولمبي شلف. نعم، البداية في البطولة أيضا في مرحلة العودة ما لحد الآن تعادلين، مازال 13 مباراة، الفريق في مرتبة ما يستحقهاش فعلا مثل شبيبة. أكيد أكيد شبيبة القبائل كي تشوف التقصية أي متتبع للكرة تقول له شبيبة القبائل في المرتبة ما قبل الأخيرة ما يستوعبهاش، أكيد شبيبة باسكو بلاصتها مع لي بريمي توجور، وين قدر الله ما شاء فعل الفريق راهو في هذه المرتبه، حنا اللي حطيناه هنايا وحنا اللي ردوه يرجع للمرتبه الحقيقيه تاعو ان شاء الله. نعم، الامور في مرحله العوده هذه راح تكون صعبه، مازال 13 مباراه تنتظركم، تقريبا 13 نهائي، تعرف بانه هذا الموسم يسقط فريقين فقط. بالحديث على هذا الامر ماشي غير نتوما اللاعبين اللي راكم تحكيو بلي جياسكا ما تقدرش تيماجيني طيح، حتى انصار الفرق الاخرى، اسكو هذايا يحط عليكم ضغط عامل محفز ليه؟ والله هذه الهضره انا نظن بلي عامل محفز لينا، انا واحد هذه الهضره تسمع هكذا تقول جياسكا جامي لا طيح، عامل محفز يعني تدخل المباراه تمد كاع واش عندك وتربح ان شاء الله، ونقول انا نقول يعني بلي شبيبة القبائل ما تسقطش ان شاء الله. نبتعدوا شويه على مباراه شلف، مباراه شباب قسنطينه، نروحوا لا بلو بريستيجيوس دي كومبيتيشن في لافريك اللي هي دوري ابطال افريقيا. بديتوا دوري المجموعات، رحتوا لبيترو ما نساوش منشط نصف نهائي الموسم الماضي، تعادلتوا 0-0. اسكو كي تعادلتوا في بيترو قبل ما ندخلوا مباراه الوداد، اسكو التعادل هذاك في بيترو خلاكم تامنوا باللي نتوما في لاليك دي شامبيون دي تقدروا؟ انا نظن باللي النقطه اللي ديناها بيترو اتليتيكو هذيك هي النقطه اللي خلاتنا نحققوا نتائج ايجابيه وخلاتنا نتاهلوا، باسكو لولا هذيك النقطه بالك اليوم انا نستناو الماتش الجاي ولا رانا دخلنا في دوامه تاع نتائج، هذيك النقطه هي اللي حفزتنا وعطتنا دافع معنوي كبير وعرفنا باللي نقدروا نتاهلوا. نعم، في مباراه بيترو كنتوا لعبتوا في ظروف مناخيه صعبه وصعبه جدا، ربما اللي ما عاشهاش ما يقدرش يفهم. بيان سير هي كيما يقولوا غير اللي مجربها يعرف هذيك يعني المناخ كان نقولوا المناخ ما كانش معنا، ما كانش يعني ما ساعدناش المناخ، بالك درجه الحراره الرطوبه كانت عاليه وين ما قدرناش نلعبوا، والحمد لله ربي وفقنا وقدرنا نحققوا هذيك النقطه اللي عاونتنا. عشتوا ايضا ضغط ولا وضع عليكم ضغوطات في انغولا؟ اكيد تشوف الحافله تاع الفريق، قعدنا بالك واحد 10 دقائق ولا ربع ساعه ما غلقوا علينا كيما نقولوا غلقوا الباب تاع الاوتيل، بعد 15 دقيقه ولا وحنايا في الاوتيل قال لك ما كاش المفتاح، حتى تعرف هما يلعبوا على كيما نقولوا على العامل النفسي، يعني عامل نفسي اللاعبين، وين الحمد لله احنا قعدنا كونسونطري وقعدنا الجوار كاع كانوا موتيفي، بالك هذيك زادت حفزتنا باش حققنا هذه النقطه. بعد مباراه بيترو مباشره الوداد البيضاوي، الوداد البيضاوي اللي كان عنده اسبوع فقط قبل ما تلعبوا معاه كان لعب المونديالتو كاس العالم للانديه حامل لقب دوري ابطال افريقيا، استقبلوا في ملعب 5 جويليا حضور جماهيري كبير، واش
تقدر تقولنا على هذيك المباراة؟ أولا تحضيراتكم لهذيك المباراة خاصة من الجانب المعنوي، نعرفوا بلي في البطولة كنت عاني، وكيفاش كانت سيرورة تاع المباراة؟ والله مباراة الوداد البيضاوي وين نقولوا كانت مباراة ديربي، ديربي مغاربي شبيبة القبائل مع الوداد، وين اللاعبين كلهم كانوا يستناو في هذيك المباراة. الحق يعني شبيبة تمثل تمثل نقولوا تمثل الجزائر، تمثل بلادك، وزت يعني بلا تحفيزات. يعني اللاعبين كانوا محفزين لهذيك المباراة، خصوصا اننا لعبنا يعني كنا حنلعبوا مع فريق اللي فاز بالنسخه الماضيه تاع رابطه ابطال افريقيا. هذاك هو اللي حفزنا وخلانا نامنوا في رواحنا وعلى بالنا بلي نقدروا نربحوا، على بالنا الحمد لله ربي وفقنا. انت هذيك المباراه كنت دخلت كاساسي، لعبت تقريبا كل دقائق المباراه. لما انتهى الشوط الاول 0-0، ما حسيناش لا ديفيرونس دو نيفو بيناتكم وبين الوداد. واش كان الخطاب تاع المدرب بين الشوطين وانتم اللاعبين؟ نعرفوا باللي تهضروا بيناتكم، تاناليزيو لا بروميير ميتون، تشوفوا ابي بري واش كان. احنا بين الشوطين حقيقه بين الشوطين اللاعبين كلهم كانوا يعني حاسين باللي حنديروا نتيجه وحنفوزوا بالمباراه. وين دخلنا المدرب قلنا امنوا في رواحكم، على الشغل قلنا رانا ملاح، رانا نلعبوا مليح، خصنا غير هذاك البيت. وكل اللاعبين كانوا هكذا، كانوا يستناو غير وقتاش نماركيو، وعلى بالنا بلي كنا حنماركيو وحنربحوا. كي تشوف مجريات المباراه لعبنا خير من الوداد في المباراه هذه. بعد الفوز على الوداد كانت احتفالات كبيره في ملعب 5 جويلية. شكون الفوز هذاك وانك تفوز على حامل اللقب اعطاكم دفع كبير انكم تامنوا باللي اليوم ماشي غير تقدروا تنافسوا، انكم تقدروا تتاهلوا للدور؟ والله ميدو يا اخو هي صح تفوز على الوداد، لكن ما نقلوش من قيمه تاعنا، قيمه تاع شبيبه القبائل. ما شبيبه القبائل عندها تاريخها وعندها يعني يقولوا تقاليدها. مام الوداد هما كيلعبوا كونتر شبيبه القبائل، على مام هما كيربحوا يديروا حساب شبيبه القبائل. سي بور سا حنا وين قلنا نريحوا كونسونطري، صح تفرح ربحت ماتش، مي ما ربحتش لاكوب نتاعي، ربحت ماتش وقعدنا كونسونطري الحمد لله، وزاد خلانا نخدموا. وبعدها جات المواجهه تاع فيتا كلوب في الكونغو برازافيل، اللي كانت ليك شغل شوك ايموسيونال بعد المباراه هذه. كيف لعبتوا في ظروف مناخيه صعبه جدا، ملعب سيء جدا، وكانوا لاحوا لك فرصتين تصدى لهم الحارس، خاصة الفرصة هذيك اللي درت فيها السلالوم ورحت بها، خرج لك الحارس ضربتها فيه، بعدها انهزمته بكرة طايشة، يعني تقريبا رجعها الدفاع ضربها دخلت. والله نظن باللي كان سوء الحظ ما كانش معنا في المباراة تاع فيتا كلوب، وين أنا تأسفت على روحي اللي ضيعت، يعني نقولوا ضيعت بالك نقول كانت عندي الفرصة وين نسجل في هذيك المباراة. اما ما كانش معايا هذيك لا شونس، ما كانش معايا الله ريوسيت، ما كانتش في هذيك المباراه. الحمد لله نقولوا قدر الله ما شاء فعل، بالك ما على بالي الشافي يا ربي خير، والحمد لله بالك هذيك الخساره زادت خلاتنا نفطنوا كما نقول. نعم بعدها مباراتين على التوالي، خاصه انه هذيك الخساره ما كانتش حاسمه، كان عندكم مباراتين على التوالي هنا في الجزائر في ملعب 5 جويلية. مباراة الأولى أمام نادي فيتا كلوب، فوز في الدقيقة 88، ماسينيسا يتسالم الهدف الثاني. هذيك المباراة كان حرمك الحاكم من ركلة الجزاء ما كانش تسلم، ضربة جزاء قلت لك ميدو، يعني في بعض الأحيان كاين لاعبين يجوزوا مرحلة فراغ. أنا نظن باللي هذيك الفترة لا شونس ما كانتش معايا، وين كانت عندي ضربة جزاء شرعية الحكم أعلن على تسلل، وين عاودنا وعاودوا شافوا لاكسيون ما كان لا تسلل وضربة جزاء شرعية. ما كتبتش الحمد لله، ربي وفقنا ربحنا في هذيك المباراة وحقنا 3 نقاط مهمة. نعم في هذيك المباراة حبيت نسقسك على واحد الأمر، بعد هدف بيتر كنا لاعبين حوالي 60 دقيقة على شكون، ما دخلكمش الدوت، ما ولالكمش هذوك الكوابيس تاع البطولة انكم تلعبوا مليح وما ديروش نتائج، شكون ما خممتوش في هذاك سارتان مومون، ما خممتوش بلي كابابل ثاني تزيدوا تعاودوا تعيشوا هذاك السيناريو؟ والله ميدو انا في مباراة تاع فيتا كلوب ماركاونا، بصح كنت داير في بالي بلي نعاودوا نوليو في النتيجة ونعاودوا نربحوا،
كنا نهضروا احنا بيناتنا اللاعبين كي تكون كاين اري جو ولا كنا نهضروا حن ماركو لازم نماركو كذا على بها واحد قعدنا كونسونطري حتى الدنيير مينيتي لا شفت وين نيتسالم ماركا الهدف الثاني بعد تمريره من رضا بومشرادي نحييهم بالمناسبه رضا بومشرادي كان هو نيتسالم واللاعبين اللي دخلوا في الشوط الثاني جابوا نفس جديد خاصه رضا لي ولا من السلسله من الاصابات ما عندوش الحظ نقدروا نقولوا بالنظر للامكانيات الكبيره اللي تبين يعني رضا وين لاعب عنده امكانيات كبيره يعني عنده امكانيات كبيره وين كل ما يدخل يعاون الفريق كيما شفتوا مع بيتا كلوب بالك هو التمريره تاعو اللي ضاعنا يتسالم قدرنا نحققوا ثلاث نقاط وان شاء الله يكملوا هكذا ويزيدوا يعاونونا ان شاء الله كيما تشوف جان يتسالم وين الله يبارك جان وطالع وعنده لي كاليتي كيما نقولوا عنده لي كاليتي ربي ان شاء الله يبعد عليه الاصابات ويبعد عليه العين ويوفقه ان شاء الله ويعاون ان شاء الله بعدها نمشيو انا نمشيو مباراه بمباراه لحقت مباراه نادي بيترو اتليتيكو كنت في كرسي الاحتياط وقتاش عرفت بلي راح تكون احتياطي في هذاك المباراه باسكو في لا ديرنيير سونس دونطريمون ولا حمدي مختلف بارابور لي زونطريمون الاخرين نعرفوا مثلا الموسم الماضي مع مارسويح في لا ديرنيير سونس تعرف لو 11 تيب لي راح يدخل حنا كيما الكوتش حمدي وين كوتش حمدي يخلي حتى الفيستير حتى قبل ما تروح الفلوتال وين قبل ما تروح الفيستير في لا ريونيو تكنيك باش يدير لي 11 تيتولار وين تما دارها وتوجور يعني تكون لاعب محترف عادي يعني ما تلعبش حتى يلعب صاحبك المهم اللي يلعب يقدم الاضافه في الفريق. نعم كنت بقيت في كرسي الاحتياط وباش نحكيو يعني هذه شي انيكدوت مادام رانا في هو قبل لما التقيت بك كي كنت ماشي لكرسي الاحتياط قلت لي ميدو ندخل ونسجل كاينه قلت لك ميدو تلاقيت بك في تينال تاع سان جوي قلت لك ميدو المباراه هذه راح ندخل وراح نسجل صح كنت عندك احسن نعرفوا بلي اللاعبين دي فوا اللاعب يحس دي فوا تحس باللي دي فوا تحس باللي الماتش هذا تاعك اللي تدخل تقدر تسجل الحمد لله مام ريحت كونسونطري في البون وين جا لي كيما شفت جات صرات اكسيون واحده اخرى مع سويات جا لي في الفيسيال صابني مريح قال لي جا لي هكا قال لي نهضر معاك قلت له شنو قال لي اسمع عليا كونسونطري كدا دوزيام ميطو تدخل كاباب ساميني تقلب الماتش كدا تماركي ساميني قال لي الماتش تقلبوا قلت له راني كونسونطري عاود دخلت في لاميطو لقيته تما يتوضا قلت له اسمع قلت له بدرو راني كونسونطري قال لي صح كيما كان الحال دخلت رغم انك بقيت التغيير الخامس ما كنتش اني اول تغيير ولا ثاني ولا ثالث ولا رابع بقيت فتسخن خلف مرمى ميجادل ربما دخلت في الدقيقة 78 على ما اعتقد دقيقة 72 نعم 18 دقيقة قبل النهاية دخول ديالك حرك الفارق ثلاث فرص متتالية وحدة كنت ضربت في الحارس وحدة عطيتها لبوعلي على ورضية وجا الهدف لما جاتك هذيك التمريرات على نايت سالم كي درت لو كونترول اورينتي هذاك اسكو خممت وين راح تضربها ما جاتكش تخمم اسكو خفت طراطيها والله غير كنت نلعب كما نقولوا كنت نلعب اليز شغل دخلت كي جاتني الكره قلت انا هذه لازم نماركيها باسكو كيما نقولوا بالك هذا البيت هو اللي حيخلينا نتكاليفيا ويعاوننا بزاف سيرتو الضغط تاع المباراه اللي كنا فيه والضغط تاع الضغط اللي كنا عايشينه من قبل يعني وين الحمد لله بون كنت عايش يعني ضغط يعني وين مالقيتو كنت عايش ضغط كنت نخدم كنت كونسونطري ونورمال وين هذيك الكره يعني شفت الحارس وحطيت بلاصيتها كيما نقول حبيتش ضربها في السما ضربتها في الارض بيان سي بالك ممكن يتصدى لها سي بور سا ضربتها لتحت وين الحارس ما قدرش يجبدها كي دخلت الكره احكي لي الشعور ديالك كي راحت الكره لشيبه والله غير فرحت باسكو يفرحوا الناس تقول حاجه مليحه تفرح الناس بالك كاين ناس كانوا يشوفوا كيما نقولوا وراء الشاشه فرحوا عجايز رجال كبار تشوف ناس برا يقول لك فرحتنا هذاك هو البليزير يعني هذاك هو الحاجه المليحه نعم وكانت عندك بعد ما سجلت مع الاول ما احتفلت كنت شغل قعدت تمشي ومن بعد كان عندك الاحتفال الشهير ديالك بعد الهدف والله احتفال عادي انا نقول احتفال عادي وين احتفلت نورمال كاي لاعب سجل وعادي لما احتفلت سقطت في الارض لما كانوا دايرين بك اللاعبين والمصورين ما شفتك سقطت في الارض ما واش كنت والله بالك فرحه هذا الهدف
بالك نقول لك فرحه وحده، بالك نقول لك هاد فرحه تاع هاد الهدف وحده. ان شاء الله هذا الهدف راح يكون العوده الحقيقيه لضديم واقعي للمستوى ديالو والاهداف اللي عود بها ان شاء الله. والله الحقيقه ان انا جامي دخلت على الفريق هذا اللي راني فيه ولا الفرق اللي لعبت فيها وين نخدم ونمد كاع واش عندي، وربي سبحانه يشوف كما نقولوا، ربي سبحانه يقول لك اخدم يا عبدي وانا نعاونك. نعم الان حققت تاهل رسميا، راكو في المركز الاول، بقات مباراة واحدة امام الوداد في هنالك في الدار البيضاء. التعادل يكفيكم باش تجوزوا في المركز الاول. شبيبة القبائل منذ كما قلت لك قبل قليل منذ 2010 13 سنة ما لحقتش الدور ربع النهائي. والله الحمد لله ميدو ربي وفقنا وين قدرنا يعني نلحقوا شبيبة القبائل لهذا الدور يعني اللي تستاهل، يعني فريق كبير كما شبيبة القبائل. الحمد لله ربي وفقنا وكنا سبب باش تكاليفي هذا الفريق. ان شاء الله لما لا يعني نروح لابعد نقطه وبالك لما لا نوصلوا فين ان شاء الله. ان شاء الله خاصه انه المنافسين اللي راح يكونوا لو تتاهلوا في المركز الاول تنقص شويه مقارنه باللي لو كان تتاهلوا في المركز الثاني. ماميلودي سان داونز، ترجي، الرجاء البيضاوي، سي دي زيكيب كيما نقولوا شيفروني وعندهم تاريخ في السنوات الاخيره في هذه البطوله. بون يا ميدو باش تشوف الفرق اللي طيح معاها، نظن باللي احنا دركا كيما هذا الوقت اللي انا نهضروا فيه أولوية تاعنا البطولة، يعني أولوية في البطولة وين الفريق راه يحتل المرتبة ماهيش المرتبة تاع شبيبة القبائل. دركا كيما رانا أنا مركزين على البطولة، نخرجوا الفريق من البطولة وليكيب اللي نطيحوا معاها مرحبا بها إن شاء الله نبريباريو لها توفيق من عند ربي. في ملعب 5 جويلية أنا نشوفوا في 3 مباريات هادو اللي استقبلتوا فيهم 3 انتصارات، هزمتوا فرق كما قلت لك بيترو اتليتيكو مناشط دور نصف النهائي الموسم الماضي، الوداد البيضاوي حامل لقب، فيتا كلوب اللي متعود على الاقل الوصول للدور ربع النهائي في هذه البطوله، تشوف بلي هذا يقدر يعطيكم الموتيفاسيون بلوس في البطوله بالنظر الى الفارق في المستوى بين المنافسين. بيان سور كي تهزم حامل لقب وتهزم هذه الفرق تولي تشوف بلي عندك وتقدر في البطوله. بيان سور ميدو انا نظن بلي خصنا فوز في البطوله، خصنا فوز من هو اللي يعطينا هذيك الدافع، يعني هذاك الدافع المعنوي وهذيك السلسله يعني باش نكملوا في هذيك السلسله تاع النتائج الايجابيه. نعم فوز واحد بالك يكفينا باش نتحروا يعني في البطوله. ان شاء الله فوز واحد تحروا وتكملوا به المشوار. كي تشوف عندنا 3 مقابلات قولوا نستقبلوا 3 مقابلات في اول نوفمبر، وان الى ربحنا ان شاء الله مباراه خلاص راح نكونوا يعني يكون هذاك ديكليك ان شاء الله. نعم بالعوده ليك من الجانب الشخصي، كنت تحدثنا عن الفريق، كنت مريت بمرحله صعبه شويه نفسيا في الفتره الاخيره، لكن اليوم الحمد لله سجلت وقدرت تعاود كما نقولوا احنا بالعاميه تتنفس شويه. بون يعني كل اللاعبين يعني يفوتوا بمرحله فراغ ومراحل صعبه يعني في المسيره تاعهم، الحمد لله تجوزتها والحمد لله. يعني هل وجد دعم من انصار شبيبه القبائل؟ اللي نعرفوا في كل مره يبقاو خلف اللاعبين خلف الفريق، شاهد دوري ابطال افريقيا والملعب ممتلئ في كل مره، وحتى في البطوله لما مباراه شلف كانوا جاوا عمروا الملعب وساندوكم وراح يبقاو يساندوكم الى اخر مباراه. بون انصار شبيبه القبائل معروفين يحبوا الفريق تاعهم، وان شاك ماتش يعني عمروا استاد يكونوا مع الفريق تاعهم، نحيوهم ونقول لهم كملوا مع الفريق تاعكم باسكو جياسكا كيما نقولوا سيبورتير تاعها هما راس مالها، وين اللاعبين يروحوا ويجوا والفريق يبقى. نزيدوا نكملوا دائما على صعيد المحلي، 3 مباريات القادمه كما قلت لي تحتاجوا الفوز، 3 مباريات القادمه مهمه ومهمه جدا في سباق البقاء في البطوله، راح تلعبوا 3 مباريات في ملعب اول نوفمبر، ومن بعد عندكم ايضا خرجه المنافس مباشر اللي هو نادي بارادو على البقاء. اسكو راك تشوف انت بلي هاد اللي 3 ولا 4 جورني اللي راهم جايين حاسمين في المشوار ديالكم في البطوله، راح يخليوكم ايضا لو تفوزوا تخموا ايضا في البطوله راه بيطلع. بيان سور نظن بلي المباراه الاولى اللي حنلعبوها في ملعب اول نوفمبر راح تكون هي الانطلاقه تاعنا، يعني ان شاء الله لو نفوزوا في المباراه راح تسهل لنا يعني الامور وان شاء الله نحققوا نتائج ايجابيه.
نعم نعرفوا ايضا عندك بون رابور مع الوالده ديالك وتعلق كبير بها في كل مره تحدث عليها اسكو تموتيفيك تهضر معاك تقول لك عفايس خاصه في المراحل الصعبه اللي تجوز بها بيان سير انا كيما يوقفوش معاك كيما نقولوا داركم وكذا ما كاش اللي يوقف معاك الحمد لله انا الوالده وين دائما واقفه معايا الحمد لله كيما الماتش الاخر شافتني رايح نلعب الماتش قالت لي شافت فيا قالت لي يا وليدي روح ما دير والو في راسك قالت لي العاب تكل على ربي ما تقاوش عندك واللي دارها ربي مرحبا بها الحمد لله ربي وفقني الحمد لله ونحيوها بالمناسبه هي والجد تاعي اللي ربي يجيب له شفاء ان شاء الله مريض شويه الفريق في هذا الميركاتو كان استخدم اربع لاعبين شفنا راح بعض اللاعبين اللي كانوا كوادر الموسم الماضي راحوا في الفتره الشتويه الفريق دعم باربع لاعبين اللي هما معقل الله جم بالاضافه الى اسماعيل اتزيتش و رشيد عثمان اسكو هذا راح يكون يعطيكم دافع ايضا نعرفوا انه الفريق اللي يكون عنده يعني فريق متكامل يقدر يزيد يتنفس اكثر لانه كل لاعب بيغيب ربما المعوض ديالو يكون في نفس المستوى بون كيما قلت لي الاخ ميدو بخصوص اللاعبين هادو الحمد لله وين قدروا يكاليفيوهم راح نظن بلي راح يعاونونا بزاف اللاعبين هادو باسكو الفريق عرف يعني خروج بعض اللاعبين في الميركاتو الشتوي وهاد اللاعبين نعرفوهم كاع عندهم مستوى ويعني عندهم امكانيات كبيره ان شاء الله راح يقدموا الاضافه للفريق ويعاونونا ان شاء الله ونحققوا نتائج معاهم ان شاء الله نعم خاصه مستوى الهجوم في منصب اللي قلب هجوم كنا سمعنا كثير على لاعب البوسني تاك تشوف عايش معاه في التدريبات تشوفوا بعض الكثير يتحدث على انه يملك مستوى ويقدر يعاون فريق شباب القبائل على خلاف الثلاث لاعبين الاخر اكيد اللاعب البوسني وين انا كيما في التدريبات عنده امكانيات كبيره تشوفوا يعني ان شاء الله يلعب ويقدم الاضافه ويعاون الفريق على حسب التدريبات وان شاء الله راح يكون في المستوى ان شاء الله في النهايه حبينا نشكرك على تلبيتك الدعوه ونتركوا لك المجال مفتوح تقدر تقول واش حبيت شباب القبائل ليك للجامع خاصه انك قلت كلمه مليحه قبل قليل قلت شباب القبائل ما تسقط اكيد هذه نعاود نختموا بها نقولوا شبيبه القبائل شبيبه القبائل ما تسقطش وان شاء الله يوقفوا مع الفريق وفي نهايه الموسم نفرحوا ان شاء الله كيف كيف ونحيوكم انتم مره اخرى على الاستضافه هذه شكرا لك أبو